سمير صبري انت شفتي انه كان منصف لا معاكي؟ لا، سمير ما كانش صبري لا لا منصف. لا لا ابدا خالص. اه وبعدين ازاي واحد يدخل يروح يسافر لندن بعد شهرين ويروح المصحة؟ شهرين، هو قال بعد 10 ايام. لا لا مش بعد 10 ايام، اه يجيب باسبوره ويوريني الفيزا، فيزا الدخول لندن. بس كان انا مش كان عايزني اسافر لندن، انا كنت في حالة غيب، في غيبوبة. اه يعني التحقيق اللي عمله الاستاذ سمير لا صبري، مش بعد 10 ايام، اه لا يعني امصوري اهو لا. انت حضرتك بتتكلمي معاها ايوه اهو. بس مش 10 ايام، لا مش 10 ايام. كان انا سبت مصر بعد شهر وشهر ونص من الحادثه. لما انت جيتي على طول معاها، انا جيت طبعا، كنت عايزه احضر وقعدتي الجنازه، هنا قعدت شهر بتاع ونص شهر، بتاع شهر مينيمم يعني، ورجعتي لندن، هو ورجعت كان لندن. مسجل معاكي هناك. هو كان لسه هنا اهو، وبعدين راح لندن سجل الحاجات دي يعني هو راح بعد بعدين الحادثة بحوالي شهرين. شهر ونص، شهرين مينيمم اه يعني. طب هو ما كانش منصف في ايه؟ يعني التحقيق اللي عمله ده اللي هو اولا قال انه هو دخل الاوضه بتاعتها اللي هي في المصحه بعد شهر ونص ولا شهر في ولا المصح، ولقى البنك ستيتمنت، الحساب البنكي. حساب البنك على اه الكومودينو، وبعدين حطه خباه من الدكتوره ولا الممرضه، وحطه في جيبه. هم هيسيبوا بعد شهر ونص. الاوضه زي ما هي بوسختها بعبالها كده، مش منظفوها يعني. ما هو اللي بيكلم مجنون، اللي بيستمع عاقل ازاي بقى؟ وبعدين عنصرية كمان. يعني الوفاة حصلت من الشقة عندك، مش في أوضتها في المصح بالظبط. يعني، لا مش علشان يثبت انه كان معاها فلوس، وان انا اللي سرقت الفلوس دي. هو عايز يلبسك السرقة. بأي طريقة فانه عايزين في حساب يلبسوا. بنكي ايوه فعندها فلوس، وانا انا فانت اللي خدت سرقت الفلوس الفلوس بالظبط. وقتلتيه. بالظبط. فدي الفكرة يعني. طب هو ما طلعش الحساب البنكي ده؟ اسأله بقى، اسأله. ما بسأله. دول عملوا ملايين من ورا البروجرام ده، ملايين. ده كل الناس بتعمل فلوس من ورا، متتخيل؟ ده مش جبروت؟ لا هو ضميرهم بقى مع ربنا انا اللي بقول لك ده هيحاسبهم. لكن جبروت هو يعني. الاستاذ سمير صبري الحكاية ان الحساب البنكي عشان يثبت ان انا سرقت ان الفلوس انت دي، انه كان سرقتيها. عندها الفلوس دي في حسابها. طب ازاي؟ ازاي؟ هي ما كانش معاها حاجة. بص، يومها لما انا اجى البوليس وطلعنا فوق الشقه، ما انا ساعتها ممنوع اطلع شقتي، لازم الا بصحبه البوليس، لازم البوليس يجي. الشقة خلاص اتقفلت عشان مش اتقفلت ولا اتقفلت ولا اتفتحت، انا سبتها ونزلت مش عارفه بقى زي ما هي، عشان دي اجراءات هناك. مش ممكن اطلع الا لو البوليس معايا، عشان لو في حاجه مش هاخدها اخبيها بتاع، صحيح. هو الاجراءات كده. فطلعنا، فلقوا شنطتها كان فيها فلوس، كان فيها 5000 جنيه استرليني وحوالي 800 مصري، 700 مصري حاجة كده. 5000 استرليني و800 مصري حاجة في كده. شنطتها. الخمس آلاف استرليني دول انا عارفة انهم كانوا 5، بس المصري 7 8 حاجة كده.